وكان معالي وزير الداخلية قد شارك اليوم في الاجتماع الوزاري للمنظمة الدولية للشرطة الجنائية الانتربول بالدورة 81، وذلك في العاصمة الإيطالية روما، بناء على دعوة من رئيس المنظمة وبحضور ممثلي 190 دولة وبمشاركة 104 وزراء للداخلية من مختلف دول العالم. وقد تم خلال الاجتماع استعراض تجارب عدد من الدول في مجالات المظاهر الجديدة للعنف في العصر الحديث، بما يخص الاتجار بالبشر وتهديد المهاجرين والعنف الحضري والعنف في صفوف الشباب وفي مجال التطرف والعنف العقائدي، بما يخص العنف والجريمة المنظمة والعنف المرتبط بالإرهاب والعنف الفكري والأيديولوجي، بالإضافة إلى مجال دور الشرطة في ظل مواجهة التهديدات الحديثة. وعلى هامش الاجتماع التقى معالي وزير الداخلية بوزراء كل من الجمهورية اللبنانية معالي العميد مروان شربل ومعالي وزيرة الداخلية الإيطالية السيدة أنا ماريا كانتش بليري ومعالي وزير الداخلية الفرنسي السيد مانويل فالس، حيث تم خلال اللقاء بحث عدد من المواضيع المدرجة على جدول الأعمال وذات الاهتمام المشترك، بما يدعم التعاون الثنائي بين الأجهزة الأمنية. وتأتي مشاركة مملكة البحرين بهذا الاجتماع لتأكيد الحرص على التواصل الفاعل في مختلف المحافل الإقليمية والدولية وتعزيزا للتعاون مع الانتربول الدولي. اجتماع الوزاري للانتربول هو صحيح اجتماع مهم، خصوصا وأن الموضوع اللي يتم التركيز عليه هو موضوع العنف بكافة أشكال. فكان هناك حديث عن عنف الإرهاب والعنف الأيديولوجي والعقائدي والكثير من الأمور وعنف الشباب. والصحيح أن مؤسسة الانتربول هي مؤسسة عريقة تعمل منذ تقريبا من 100 عام، واليوم احنا بحاجة إلى إسناد هذه المؤسسة وإسناد الجهد الأمني المشترك في مكافحة التطور المعاصر للجريمة. والجانب الآخر من هذا التجمع هو فرصة للقاءات الثنائية، حيث أنا التقيت اليوم مع عدد من الوزراء، وأتأمل أني أشوف أيضا عدد من الأخوة المشاركين باقي اليوم أو يوم غد. وخلال هذه الاجتماعات فرصة أن احنا نتبادل الآراء حول التعاون الثنائي بينه وبين أي بلد شقيق أو صديق.